تعلم كشباب، اوبو اف 5 تليفون حقق انتشار كبير جدا خلال 2018، وكان عليه جدل كبير جدا في اول اصداره. بالتاكيد يعني انا مش جاي اعمل ريفيو للموبايل بعد سنه تقريبا من اصداره، ولكن موضوع النهارده هو تغيير شاشه الموبايل والبطاريه الداخليه. ومش معنى ان الشاشه عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 5 انها تبقى ضد الكسر، المفهوم ده طبعا خطا شائع، لان الشاشه بتتكسر عادي جدا، هي بس طبقه الجوريلا جلاس 5 او 6 او 3 او حاجه بتدي حمايه بس للموبايل من الخدوش ومقاومه اكتر للصدمات. مبدئيا لو انت ما اشتغلتش صيانه قبل كده، فيفضل ان انت ما تجازفش وتعمل اللي انا بعمله، على اساس ما تاخدش ريسك وتبوظ تليفونك او تبوظ اي قطعه على البورده. لو انت مهتم بالصيانه عامه، انا حابب اقولك بس المعلومات المفيده في الفيديو ده، دي هتفيدك وانت راح تصلح تليفونك في الضمان او حتى في المحلات العاديه، لما الشخص اللي هيصلحك تليفونك يطلب منك مثلا 1000 جنيه او حاجه، طبعا تبقى انت متوقع ايه الشغل اللي هيتم وايه الخطوات اللي هتتم والوقت كمان اللي هو بيستغرقه في صيانه الموبايل، ما بيتعداش 10 دقائق. مبدئيا كده سعر الشاشه الاصليه في محلات قطع غيار حوالي 400 جنيه بحد اقصى، طبعا من 350 ل 400، ده في محلات قطع الغيار المنتشره بكثافه في حوالينا، يعني بحد اقصى 20 دولار للناس اللي يعني اللي بره مصر بما يعادل 20 دولار، وتركيبها ما يكافئ 200 جنيه او 10 دولار تقريبا، مش هتزيد عن كده. مهم جدا الشاشه تكون يعني تبقى الاصل وتكون عليها الكيرفات الموجوده على اطراف الشاشه نفسها، والتقنية دي اسمها 2.5D، طبعا دي مهمة جدا عشان تحسن وتخلي شكل الموبايل يعني زي الاصلي وتخليه يعني تديله الجماليات اللي هي المفروض واخداها في الشاشة.
الجزء التاني المهم واللي معروف ان هو بيتلف مع الاستخدام بعد سنة او اتنين هو البطارية. البطارية هنا سعرها حوالي 120 جنيه تقريبا، بحد اقصى مش هزيد عن كده، من 6 ل 7 دولار، وتغييرها 50 جنيه، بتزود 50 جنيه على المبلغ دون، لان يعني تغيير البطارية تعتبر مش حاجة فيها فنيات عالية، انت مجرد بس ما بتشيل الظهر خلاص بتوصل للبراكت اللي على الموجود على المذر بورد او اللوحة الرئيسية، مجرد ما تفكك المسامير اللي هي المسمارين الموجودين على الاثنين براكت اللي فوق الكونكترات الخاصة بالمذر بورد، بتشيل الاثنين براكت دول وبتوصل للكونكتور بتاع البطارية بتشيله، وبالتالي بتشيل بقى الجزء البلاستيك الاخضر الموجود على البطارية بحرص جديد. وطبعا هو الكلام ده كله ملزوق في الشاسيه نفسه عليه لزق يعني، فبنغير البطارية بمنتهى السهولة بدون اي مشاكل. في نهاية الفيديو يا جماعة حابب اشكركم شكرا جزيلا، والمحتوى ده موجه لناس معينة انت بتستفيد، انت بتاخد معلومة عن قطع الغيار دي واسعارها وتكلفتها، على اساس ان محدش يشتغلك ويقولك مثلا تغيير الشاشة بألف جنيه بألفين جنيه وهكذا، لان طبعا سعر الموبايل نفسه عالي، فالقطع نفسها قطع تعتبر قطع اصلية، قطع كويسة جدا وتكلفتها مش عالية. وشكرا جزيلا لكم، ومن فضلك لايك وشير واشترك في القناة، والى اللقاء.